اعتماد بعض الملفات القضائية لتشويه بعض القضاة أخلاقياً. اتهامات جديدة وجهها عشرات الناشطين الحقوقيين للرئيس قيس سعيد وأنصاره خلال تظاهرهم في قصر العدالة بالعاصمة. المحتجون اتهموا السلطات باستهداف سمعة القضاة. ليلة العودة إلى جرائم الشرف، جرائم التي تهم الحياة الشخصية للتونسيات، الهجمة الكبيرة اللي معناها صارت على القاضيات خاصة والمس من حياتهم الشخصية، وهذه الملفات التي على قارعة معناتها الفيسبوك، هذا الكل يضر بالسلم الاجتماعي، هذا الكل يهين المرأة. احتجاجات المعارضين على عزل عشرات القضاة تزامنت مع تواصل إضراب القضاة لليوم الثالث على التوالي. إضراب تقول جمعية القضاة إنه شمل 90% من الهيكل القضائي، وإنه سيتواصل إلى أن يتراجع الرئيس سعيد عن قراره. عظيم أن القاضي أصبح يدافع على الحرية وعلى البقاء وعلى المؤسسات اللي المنقلب وأشباهه وجماعته يحبوا يدفنوها في التراب. لا، كنا واقفين لتونس، تونس بالمجد مش تونس متاعه هو. قرار الرئيس سعيد بعزل قضاة واقتطاع أيام الإضراب من أجور القضاة المضربين في إطار ما يصفه بالحرب على فساد السلطة القضائية يلقى دعماً من قبل أوساط شعبية واسعة، سيما لدى من يقولون إنهم تضرروا من فساد القضاء. عندنا جزء كبير من فاسدين، قضاة فاسدين، جزء كبير برشا يلزم معناتها لابد من تطهير القضاء. أنا مع تطهير القضاء، فهمت؟ والدليل هو هذا، شاكي بربع قضاة. أنا تحب نعديه في الواحد نعديه هاك، انا شاكي باربع قضاة عديه هذه، وشاكي بالسيد الوكيل العام اللي عفاه السيد الرئيس. تواصل الجدل السياسي بين القضاة والداعمين لهم وبين السلطة التنفيذية قد يضعف في نظر مراقبين حظوظ التوصل الى تسوية سياسية شاملة حتى بعد انطلاق الحوار الوطني. تصعيد جديد من القضاة والمنظمات المدنية والشخصيات الحقوقية الداعمة لهم، احتجاجات ساهمت إلى حد الآن في شل نشاط المحاكم رغم إصرار رئاسة الجمهورية على المضي فيما تصفه بالحرب على الفساد في القضاء. توفيق عياش، الحرة، تونس.